شخصية بوب ما تشوفها بشكل كبير في البطولات الكبيرة، لكن تشوفها هنا عندنا بالسعودية. السعودية قمنا نشوف حتى ليه يا رجل. يعني الصراحة شفنا لاعب واحد يلعب ليه، هذا الحين عندك دسام برادر هو الوحيد في البطولة هذه قاعد يلعب بوب. فبوب يعني من الشخصيات يعني ما أقول لي نادر ينشاف البطولات بس مو بشكل كثير يعني. ما يحقق نتائج كبيرة خلينا نقول في مقارنة في باقي الشخصيات اللي موجودة في تكن. لكن عموما خلنا شوف المرة هذه أخذ زفينة. المرة هذه أخذ زفينة مو كونيميتسو. يا بالموبيليتي يا بالحركة يا بالباك داش، لكن المرحلة اللي طلعت راندو ما هي مرحلة أوبن ستيج، فالمواجهة راح تكون جدا مهمة. سام برادر مع بوب وأرسلان آش مع زفينة. سمعوني حماسكم مع البطولة مع الجيم هذا يا شباب. خلينا نشوف الآن الجيم. أوكي بانش من سام برادر. كان في تردد نوعا ما ان ارسلان كمل سترينج كله كامل للمقابل. الميدز ما كان جاهز لها سام برادر، وحاليا ظهره شوي قاعد يقرب الجدار، لكن في ريتاليشن. واو شفت الكرش اللي صار، كرشات زفينه حدثني عنها. السايد يا سلام على السايد ووك ممتازه، لكن ما قدر يستفيد منها سام برادر. سام برادر تشيس ولا هو من ارسلان. كان مرتاح جدا في الراوند هذا ارسلان اش، لكن اشوف الحين الادابتيشن من صوب سام برادر اذا ممكن يستفيد من هالعمليه ولا لا. اوكي نايس بانش من ارسنال اش. ارسنال اش لسه يحاول يلعب معاه لعب هوك. لقط باللانشر عند الجدار وسبلات. ايش حيكون الاوكي؟ راح يسوي تشيس، لكن بالمقابل سام برادر قاعد يحاول يطلع من الكورنر بريشر. بالمقابل لاحظوا يا ارسنال الان البريشر قاعد يصير ارسنال اش. يا سام برادر يا سلام، وولز بلات مره ثانيه. حذار من الريج، حذار من الريج. أوه. حصل فيها جاب، هذا فيها سكيل زياده. اختيار موفق صراحه من ذا سام برادر، حس انه حيضغط بعد الان. اوه الباك فور لقطه لوكي زيمي. ممتازه من سام برادر، تتعادل النتيجه 1-1. وهذا السويب الاول. كونديشننج ما من كونديشننج، بلوك بانش. يا سلام يا سام برادر. بعد بعد البلوك اند بانش نشوف الدمج العالي. طبعا ايش حيسوي هنا سام برادر؟ ايش حيسوي؟ ترى محشور عند الجدار. اوكي بلوك بدون بانش، لكن دخله بالريج. حذاري من الريج، ارسلان ممكن يستفيد منه. بيكمل سترينج، لكن البلوك حاضر من صوب سام برادر. يحاول يطلع. الله يا ارسلان، داك بانش ولا اروع. نايس داك الصراحه من ارسلان اش، لكن سنيك ايج سنيك ايج لقطه كذا ياخذ الراوند الثالث لصالح ارسنال اش. واتش يور فيت يا حبيبي. وارسنال طبعا مع الفول كونفرجن حاليا القياده حقه 2-1. سام برادر يحتاج يكون اقوى دفاعيا بهالمواجهه. الان الان بيحاول يسترجع اللي كان يعني بيغير الجيم بلان شويه من سام برادر، لكن انا شايف لسه برشر قوي من صالح ارسنال اش. وشوف نايس بانش بوكينج جيم ولا اروع من ارسنال. والله لعب بوكينج وهذه لونش. ذا هاردست اوف ريدز ما جت من صالح سام براذر. ارسنال ياخذ المواجهه الاولى لصالحه. اذكركم ان هالمواجهه راح تكون طبعا بيست اوف 3، بمعنى ان الشخص اللي يفوز في جيمين هو اللي بيتاهل معانا في المواجهه القادمه. سام برادر شنو يحتاج يسوي يا ابو حميد؟ يحتاج يغير الستيج، يروح جيومتريك، لانه هذا الستيج المفضل عنده. هذا ستيج ساحه الجبري، حاش الجبري. خلونا ننتقل وياكم، اكيد راح نشوف الحين وياكم ساحه الجبري. ايوه هذا انتقلنا فيه الحين. سام برادر يحاول انه يتمالك اعصابه، يحاول يستوعب الاغلاط اللي غلطها وشلون يقدر يعاقب ارسلان على اغلاطه. نايس كونفرجن صراحه من ارسنال اش. كان بيحاول يصد على الوف بانش لكن ما كان كافي. والحين اللعب تغير، صار في بوكينج ريسبكت اكثر من الطرفين. كاونتر هيد داون فور تو، رقص ويا الجبري وخذاه عليها علقه سخنه، وبعد العلقه فيها اوكي. بوب ترى مرعب جدا عند الجدار ترى. على البيري ولا اروع. هل راح يكون كافي؟ المكسب القادم راح يحدد كل شيء. حيكون اخر مكسب. دنك توقعها ارسنال اش، لكن الريج حذار من الريج. شفنا ارسنال ومع السايد ستيب الريج درايف يحققها ارسنال اش. راح يكون كافي؟ راح يكون كافي؟ لاست ميكس اب كذا. باك 2-2 من سام برادر. حلوه من سام برادر، والحين الجوله الاولى لصالحه. نشوف الحين ارسنال شو راح تكون رده فعله.
حيحاول يلعب بوك جابات يحاول يصد على الكاونتر لكن سوى نوك داون أرسنال ناش لسه يواصل بالهجوم ويا سلام على البانش من The Sun Brother كان فانش ولا أربع وبعد راح يكون بعيد جدا عند الجدار بس قريب منه فيقدر يستفيد من هالأوكي جيم الحين البريشر والوول كنترول الرج حاضر وصب أرسنال ما يفيدك الرج مع سام برادر النطحة جاهزة الجمهور متفاعل صراحة مع ذا سام برادر قاعد يهديهم قال اصبروا ها لا تحتفلوا بدري شوي والناس بالضبط البطل العالمي ما تحتفل امام اي بطل عالمي الا بعد نهايه المباراه وقاعد نشوف الحين ليش لان اللانشر حاضر الدمج حاضر الكنترول ما هو حاضر دروب كومب غريب من ارسلان ما اتوقع ان حيكون في كمباك بس خلاص كذا ياخذ الراوند ارسلان ناش الحين بالجوله هذه بعد تقدم ارسلان 2-1 الحين لصالح سام براذر شوف الحين لعب بطيء نوعا ما يبون يرتكبون اغلاط ما يبون يلعبون لعب ريسك سيف بوكس لكن واتش يور فيت يا سام براذر لكن اللانشر يا حبيبي لانشر كاونتر هيد دي اف 2 سام براذر عند الجدار ايش حيكون؟ اوه يا ملك التشيس شنو الابداع يا سام راح يطلع لا طيح الكومبو ارسنال اش وضع خطر الان ايش حيسوي ارسنال؟ ستاندينج فور شوف شوف هدي الجمهور هدي الجمهور لسه كالما خذاها من رونالدو كالما قاعد يقول لهم كالما الى الان احتفلوا بعد نهايه المباراه لان ارسلان اكيد راح يسوي الادابتيشن شوف التشجيع شوف التشجيع ابو علوة يعني ودي اكون مع الجمهور الصراحه احنا راح نكون محايدين ندري قلبك وين مايل لكن احنا مطلوب ان نكون محايدين بهالمواجهه ستيج راح يكون مفتوح اكيد اي نعم وهذا هو المتوقع من ارسلان مع زفينا تحديدا في المواجهه الصعبه بين الاثنين والنتيجه 1-1 نعم 1 للكل اتوقع ارسلان اخذ اوبن ستيج ما خطا صحيح اوبن ستيج لكن نشوف الحين بهالاوبن ستيج هل راح يستفيد منه ارسلان ولا لا بداية جاي صراحة من The Sun Brother بلوك يعني والله نايس ريد الصراحة من The Sun Brother نايس ريد والبانش ولا أروع خذ فيها الهيلز ليد الضخم 60% تقريبا والحين لاحظ وياي ما يبي يلعب هاي ريسك كملها أرسنال وكذا ياخذ كومبو كومبو لكن طبعا هو السكريو كملها 50% تقريبا يحاول سام براذر يطلع من الكلوز ماتش او الكلوز سترينكس ما يبي يلعب هالسكريمش هذا بالمقابل ارسلان اش يحاول يصيد اي غلطه من سام براذر واتش يور فيت اوه حركه سفينه تعليفات سفينه الضربه هذه ها الضربه هاي لكن لقطه المره الثانيه وكذا ياخذ الراوند سام براذر تالف المره الاولى ما تمشي علي التاليف المره الثانيه سام براذر ياخذ الليد في المواجهه الاولى انا ارسنال يحاول اوكي نايس بانش من ذا سام براذر لكن هنا بيحاول شوف تحركات ذا سام براذر ايش حيسوي كنسل التشيت كان حيسوي لو بلوك لكن كنسله صحيح لكن الارسنال انا قاعد اكمل الحين الحركات يبي يلعب شوي لعب عن اورثودوكس لكن يكمل اللانجر وسام براذر بياكل الحين على السخنه الكونديشننج السيت اب لكن البلس فريمز ما يستفيد منها ارسلان بالمقابل يكمل فول سترينج سام براذر ايش حيسوي سام البراذر يحاول ينهيها يقدر ينهيها واتش فيت ما يبي يدك قرر الهالسويب وكذا ارسلان عاش ياخذ الراوند الثاني باللحظة اللي قرر يلعب فيها هالسويب صار كان عنده حس انه هذه حتصير هالسويب كان بينيها بهالسويب لكن ارسلان قال له لا انا قريتك خلاص هاي ليفل يا شباب هاي ليفل ستاف ارسلان قاعد يورينا ليش هو بطل عالمي بطل جيمرز 8 والمرشح لفوز ببطولة تكن وور تور هالسنة بس سام براذر عنده كلام ثاني راح للميد بعدين اوكي نايس بلوك لكن ما بنش واتش فيت سام ما يبي يصير تحت اوكي يبي يكمل يبي يستمر على الليفل لكن الكاونتر حاضر وبالكاونتر هيت وكذا خلاص ايوه ضبط الجست فريم كذا ياخذ الراوند تقدم لارسلان سام براذر مطلوب عليه الكامباك فوز بجولتين ورا بعض شيء صعب لكن ما هو مستحيل بس شوف الحين مع حركات زفينه الهوت بوكس الهيرت بوكس الغريب مالها صعب الصراحه انك تكرشها وانك تعاقبها شوف الحين سام براذر بس كبغى من تكثره بريك من ارسلان
اوكي يا سلام على الدمج من دسام برادر، لسه يواصل بريشر يروح للسلايد بعد الرول، بس طبعا السكيل ما راح يكون كافي. السيتاب الغالب والفكس الاخير، الفكس الاخير اللي اصلا ايش حيسوي؟ الريج هذا من رول فاينل فاينل راوند. سام برادر يقول كلمه وان مور تايم وان مور راوند، نشوف اذا ارسنال راح يسقط بالفخ ولا راح يكون عنده كلام ثاني. أو دفاع قوي الصراحة من دسام برادر، لكن طيح الكومبو. برادر السويب الأول. سويب. يحاول يضيف. بانش. ولكن راح يدخل أرسلان بالريج، وبعد الريج معناته أي غلطة من. خطر من. معقولة. معقولة. معقولة اللي أنا قاعد أشوفه الآن يا معلوم. معقول ليش؟ لأن الجبر السعودي ليس مستحيل يا أبو حميد. يا سلام على اللي شفناه، شيء أسطوري خرافي من الجبري، إقصاء بطل عالمي بحجم أرسلان، شيء ما كان بالخيال. لكن قلناها مرارا تكرارا، المستحيل شنو يا أبو حميد؟ سواها سواها ضد بطل عالمي. دسام برادر يا جماعة فاز ضد أرسنال.